اعزوا البنات، مرحبا بكم في قناتي. كما عودتكم باللي كل سبت، كل يوم سبت من كل اسبوع، راح ندير لكم فيديوهات تتعلق بعالم الجمال، سواء كانت فيديوهات تعليم المكياج، يعني نعلمكم كيف ديروا كونتوري، نعلمكم كيف ديروا برونزر، نعلمكم كيف ديروا مكياج للعيون، كيفاش تحطي الفوندوتا، نعلمك كامل الصوالح اللي تحتاجي انك تعرفيهم على عالم المكياج. وثاني كي ندير لكم خلطات، ندير لكم ماسك، ندير لكم وصفات، يعني كل حاجه تخص بعالم الجمال تلقاوها نهار السبت ان شاء الله بربي. اما نهار الثلاثاء فيوم الثلاثاء ندير لكم يعني اكثر المواضيع اللي دايره البوز في المجتمع تاعنا. المره اللي فاتت راني درت لكم موضوع جد مهم، وهو على نظره المجتمع للمراه العامله وكيفاش يشوفوها وكيفاش ينعتوها. اما اليوم راه نهار السبت، مادام السبت معناها خلونا في لابوتي. شوفوا كاين واحد الموضوع بزاف 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 بنات داير لهم تكسار الراس، وبزاف بنات مش عارفين يفرقوا ما بين البرونزر والكونتورينغ. اوكي، علاش؟ خطراتش نفس المنتج اللي ديري به البرونزر هو نفس المنتج اللي ديري به كونتورينغ، خطراتش نفس الاماكن اللي ديري فيها البرونزر هي نفس الاماكن اللي ديري فيها كونتورينغ. على بها داير لهم جدل كبير في راسهم ومش عارفين يفرقوا ما بيناتهم. اما الفيديو تاع اليوم هو خصيصا لهذا الموضوع، وباش نحكي لكم واش هو البرونزر، واش هو الكونتورينغ، واش هي المنتجات اللي تستعمل البرونزر، واش هي المنتجات اللي تستعمل الكونتورينغ. نحكي لكم على كل صغيره وكبيره تحتاجوا تعرفوها على هذا الموضوع. وبعد هذا الفيديو ما كاش وحده راح تخلط بيناتهم، واكيد راح تعرف الفرق بيناتهم. ما تنساش ديري اعجاب، لايك لهذا الفيديو، والاشتراك في القناه اذا كنت جديده معنا، وما تنساش تكتبي لي تحت واش راكي حبتني نحكي لكم المره الجايه. الفيديوهات الجايه ان شاء الله بربي راح نوري لكم كيفاش نابليك البرونزر على الوجه تاعي، يعني راح نوري لكم كيفاش انا نابليكي على الوجه تاعي. هذه حاجه واحده اخرى راح نوري لكم ثاني الكونتورينغ، كيفاش ديري الكونتورينغ، كيفاش تغيري الشكل تاع الانف تاعك، كيفاش تصغري الجبهه تاعك، كيفاش تكبري خدودك، كيفاش تصغري خدودك، كيفاش تكبري الفك تاعك هنا، كيفاش تكبري حواجبك بعدا، كيفاش تحدي تكبري شواربك بالكونتورينغ. وي غادي تكبريهم. كيفاش يعني اي حاجه راكي حابتها تعرفيها على الكونتور، كيفاش تغيري الملامح تاع الوجه تاعك، ان شاء الله بربي في الفيديوهات الجايه راح نوريها لكم. اسو الفراشاتي وحباباتي الاوفياء، اليوم راني اعلنت على بدايه سلسله تعليم اساسيات المكياج للمبتدئات، وان شاء الله بربي راح نحكي على كل شيء وكل حاجه تحتاجوها ندير لكم عليها فيديو مخصص. هذا السلسله فيها تنقسم الى زوج. الجزء الاول من هذه السلسله التعليميه سيكون فيديوهات شرح وتطبيق في قناتي على اليوتيوب اللي كما تعرفوا هذه هي بيوتي. اما الجزء الثاني سيكون كتابي. وعلاش راح ندير لكم كيما هكا، نوري لكم بار اكزومبل فلوغ البلوك تاعي ونوري لكم كتبه. علاش ندير لكم البلوك تاعي نوري لكم كتبه؟ باش تركزوا غايه معايا حبيباتي، لانه لما كنت نحكي ما نابليكي والو في وجهي وما نكونش قالبه برودوي في يديا، يا يقعدوا ركزولي على شعري، يا يقعدوا ركزولي على شواربي، يا يقعدوا ركزولي على قشي، على رقبه تاعي، على يديا، يركزوا على كل شيء ابار الموضوع اللي نكون نحكي فيه ما يركزوش فيه. على بها قلت اللهم ندير لهم كيما هكا باش يركزوا غايه الغايه، ومن بعد كينا ان شاء الله بربي ندير لكم فيديوهات نوري لكم كيفاش تابليكي كل شيء على الوجه تاعك. المهم الفيديو شوفوا دركا هاد الدروس اللي كاع راني نديرهم لكم ان شاء الله بربي راح نكتبهم، يعني راح تلقاوهم مكتوبين. وين تلقاوهم مكتوبين؟ با غادي تروحي للموقع تاعي اللي هو دي هي beauty.com. لما تروحي للموقع تاعي غادي يخرج لك هذا هو. شوفوا البنات اللي يقولوا لي دي هي ما نعرفوش ندخلوا الموقع تاعك، كتبي دي هي beauty.com في جوجل يخرجه لك وتكليكي فيه وتدخلي يخرج لك كيما هكا صح. شوفي الفوق اش راني كاتبت لك، راني كاتبت لك ان لم تستطع الطلب على الموقع ارسل رساله الى الرقم ها ولا الرقم اللي راني كتبته لكم وقراوا البنات، ماشي حاجه تكون قدامكم وتقعدوا تسقسوا فيا عليها. راني نشرح ونعاود من كثره الشرح عييت والله، شحال من خطره نهضر ونعاود. المهم لما تدخلي الموقع تاعي راح تلقاي هنايا حاجه الاولى، الصفحه الاولى هي دي هي بيوتي، راح تلقاي فيها فيديو يشرح المنتجات وطريقه شراء من موقع المبتدئين. تلقاي هنايا اعلانات صغيره تقول لك بلي الدفع عند التوصيل، يعني ديري لا دوموند ومن بعد كينا حتى توصل لعندك بعد كينا تخلصيها. الصفحه الثانيه هي شوبينغ، يعني هنايا وين تشري المنتجات. والصفحه الثالثه هي بيوتي اند ميك اب،
وهنايا اللي هو ميك اب اند بيوتي راح تلقاو جميع الاساسيات المكياج والعنايه بالبشره والخلطات والوصفات. شوفوا اول مقاله كتبتها هي اساسيات المكياج والفرق ما بين الكونتور والبرونزر، كونتورينغ في اس برونزر. المهم كي شديري تدخلي لها كي راكي تشوفي تكليك عليها تولي خضراء، اما انا دركي عليها كي تكليك عليها تخرج لك كيما هكا. فوالا هذه هي. ودركا خلوني نحكو على البرونزر والكونتورينغ وش هو الفرق بيناتهم وكيفاش نعرفو كل واحد منهم. نتمنى هذه الطريقه تكون عجبتكم باش تركزوا معايا غايه الغايه، لاني شفت بزاف ناس يديروها وجابت معاهم نتيجه كبيره لما يديروا كيما هكا، والناس يقعدوا يشوفوا في الكتبه وفي نفس الوقت يتبعوا فيهم شو راهم يقولوا. اول درس حبيت نبدا به هو المفهوم الخطا المفاهيم الخطا والالتباسات التي تقع فيها الكثير من البنات، والاهم من هذه المغالطات في المكياج وفي عالم الجمال هي الكونتور والبرونزر. بزاف مرات البنات يحسبوا بلي البرونزر هو الكونتورينغ. علاش؟ لانه بزاف المرات نستعملو حنا البرونزر نديرو بيه كونتورينغ، وبزاف مرات نقدمو المنتج تاع الكونتورينغ ونديرو بيها برونزر. اما على البنات يقولك ما ساهله ماهله، اسما هما حاجه واحده. الا عمري الا عينيه ما راهمش حاجه واحده، كون جاو حاجه واحده مش يكون حاجه اسمها اسمها، وما يصنعوش منتجات سبيسيال للبرونزر وما يصنعوش منتجات سبيسيال للكونتورينغ. اما لا، واش هو الفرق بيناتهم وكيفاش نعرف كل واحد فيهم؟ راح نبداو بالبرونزر. البرونزر فكرة تاعه جد بسيطة، جاية من الاسم تاعه برونزر، برونزاج، اسمرار، يعني انه يعطيك تأثير كأنه كنتي تحت الشمس واكتسبتي شوية تاع برونزاج واكتسبتي شوية تاع سمرة خفيفة وبسيطة على البشرة تاعك كأنها حاجة طبيعية. يعني لما تابليكي البرونزر على الوجه تاعك ما يبانش بلي راكي مطلصة اي برودوي على الوجه تاعك، لازم يبان حاجة فريمون طبيعية. الغرب اللي هما لي زاميريكان بالذات اللي دخلوا هاد المفاهيم للمكياج يطلقون على هاد الحاجه قبلة الشمس، يعني سانكيست، يعني كشغل الشمس بوساتك في الوجه تاعك واكتسبتي شويه تاع بشره تاع سمره. دركا بزاف البنات يسقسوني دي هي واش هما الالوان المناسبه للبشره تاعي باش ندير لها برونزر، ولا واش هو البرونزر المخير اللي لازم عليا نختاره. هذا يختلف من بشره لاختها. اوكي، هما دائما ينصح انك تستعملي درجه او درجتين اغمق من البشره تاعك، وحاولي تلقاي برونزر يعطيك لون تان طبيعي كانك سمريتي من الشمس بدون ما تحطي اي شيء، لان الهدف منه انه يبان طبيعي. دركا كيفاش نابليك البرونزر على الوجه تاعي؟ شوفوا هذه تحتاج اني ندير لكم فيديو عليها ونجي نشرح لكم بالتفصيل. علاش؟ لاني لما رحت نخير صور باش نحط لكم صور هكا في جوجل، تلاقيت العجب والكوارث، يعني تلاقيت صوالح بيزار وكشغل ما نقدش نحط لكم هذوك الصور لانه ما راحش تفهموا منهم غايه وما راحش تعرفي كيفاش تابليكي منهم. ولا ابليكيتيه كيما الصور اللي تلاقيتهم انا غادي تخرجي مغربه كيما قال، غادي تخرجي فريمون حاجه بيزار. اللهم حبيبتي قاري حتى نجي ندير لك فيديو نوري لك فيه الادوات اللي تستعمليهم، ادوات المكياج اللي تستعمليهم، نوري لك كيفاش تحطي كيفاش اليد تاعك تابليكي بها، نوري لك كل كبيره وصغيره تحتاجي انك تعرفيها على البرونزاج وكيفاش تبرونزي الوجه تاعك. اما انا قارعي ان شاء الله بربي نهار اللي ندير لكم الفيديو راح نديرها لكم المره الجايه، قارعوني نهار السبت. هذا هو البرونزر بكل بساطه، هذا هو التعريف تاعه، هذا هو واش يقصدوا به. دركا نروحوا للكونتورينغ ونروحوا للتعريف تاع الكونتورينغ واش هو الكونتورينغ واش يقصدوا به. كلمه كونتور او الكونتورينغ تعني تحديد، اي تحديد الوجه ولا اي منطقه من الجسم، والكونتورينغ اصعب بزاف من البرونزر. والكونتورينغ يستعملوه بزاف امور. الامور الشائعه اللي يستعملوا فيها الكونتورينغ هي تعملي تاثير الضل على الوجه تاعك، يعني تجيبي لون اغمق من لون البشره تاعك وديري به تاثير الضل على الوجه تاعك. حاجه واحده اخرى اللي هي شويه بروفيسيونال واللي يعني تحتاج منكم تدريب، اللي هي تغيير ملامح الوجه. شوفوا كيفاش تغيري ملامح الوجه؟ الكونتورينغ حاجه فريمون حاجه خارقه في المكياج، ولا تعلمتيها راح تولي فريمون حاجه شنقول لك، يعني راح تولي ارتست ميك اب. علاش؟ الكونتورينغ تقدري تغيري به لا فورم تاع الوجه تاعك، تقدري تصغري به اي حاجه من الوجه تاعك وتقدري تكبري به اي حاجه من الوجه تاعك، تقدري تصغري به النف تاعك، تقدري تكبري به النف تاعك، تقدري تصغري جبهتك، تكبري جبهتك، تصغري عينيك، تكبري عينيك، شواربك عينيه وي شواربك تقدري تصغريهم وتكبريهم بالكونتورينغ. اي حاجه راني نقول لك من الوجه تاعك ولا من الكور تاعك تقدري تصغريها ولا تكبريها بالكونتورينغ.
شوفوا على بها تلقاي بزاف ميك اب ارتست لي زامريكا خاصه. باغ اكزومبل تقول لك البنات اليوم راح نوري لكم كيفاش راح ندير ماكياج تاع براد بيت. هي مرا بصح تقول لك راح نوري لكم كيفاش ندير ماكياج تاع براد بيت، وتبدا الفيديو هي انت كامله هكا وجهها مدور ومبلبطه وشابه وحلوه، ومن بعد كي تكمل الفيديو توري لك ملامح رجوليه وفريمون تحس. شوفي التصويره تاعها وتصويره تاع براد بيت ما تفرقش بيناتهم، هذا كامل عينيه بسحر تاع الكونتورينغ والبرونزر والستروبينغ اللي راح نعلمهم لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. دركا راح تقولي لي دي هي كيفاش نابليكي الكونتورينغ على الوجه تاعي. مادام الكونتورينغ حاجه صعيبه معناها ما نقدش نحط لك صور، لانه نفس المشكله تاعه نفس المشكله تاع البرونزر. بزاف بنات لما يشوفوا حاجه في الصور يروحوا ابليكوها على الوجه تاعهم وما تخرج لهمش نيشان، لانه كل وجه يحتاج طريقه مختلفه، طريقه وضع مختلفه. على بها ان شاء الله بربي راح ندير لكم فيديو نوري لكم انا كيفاش نابليك الكونتورينغ على الوجه تاعي، وننصحكم نصائح خاصه بكل وحده فيكم ان شاء الله بربي. وقارعوني والبنات وحفزوني بزاف، حفزوني باش ندير لكم فيديوهات نشرح لكم هاد الامور ونكمل لكم هاد السلسله التعليميه. راح نعلمكم كل شيء، ما راح نخلي والو، ما راح تعطوا والو معايا. اوكي ودركا راح نروح ونخليكم على خير، ومثل قارعوني كل سبت وثلاثاء ان شاء الله بربي نجي ندير لكم فيديوهات متنوعه في قناتي. وما تنساوش تحفزوني وتوقفوا عليا باش ندير لكم فيديوهات كل يوم سبت وكل يوم وكل يوم ثلاثاء، لانه فريمون راني مشغوله بلا جام جديده اللي راني خدام فيها وفيها بزاف منتجات، وراني حبيتها تكون بيرفكت، حابه الامبراج تاعها يكون حاجه حبيتها تكون بيرفكت، حبيتها تكون يعني روعه. المهم خليكم دركا بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله بربي نهار السبت الجاي. ما تنساش ديري اعجاب لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناه اذا كنت جديده معنا، وما تنساش تكتبي لي تحت واش راني واش راكي حبتني نحكي لكم المره الجايه.